كابتن انت دلوقتي كابتن حسن شحاته قال لك ايه في التمرين ان شاء لا الله هو تلعب ما امتى؟ فيش حاجة يعني الموضوع يعني مش يعني مش جديد واحنا مش لعيب جديد و... لا ما ليش حاجة عادي يعني المفاوضات خلاص طيب بدأت لا ولا يعني بدأت من كام يوم مع كابتن حسن في الأول كنت الموضوع ما خدش وقت طويل يعني مين اللي عرض طب مين اللي عرضك على كابتن حسن؟ والله من غير عرض يعني من يعني غير هو حاجة من غير وكيل يا كابتن؟ هو من إيه؟ غير وكيل من غير يعني؟ وكيل؟ لا هو كابتن حسن عارف ان انا خلصت وكان كريم هو الوحيد اللي كان متابعني وانا بره كريم حسن شحاته هو متابعني في برنامج فهو كان عارف ان انا بالنسبه لحضرتك بقى كنت فري فكده انت انا فري كده انت هتبدا بقى والله انا ما اعرفش ما اعرفش هو العادة يا كابتن مده قد ايه؟ سنه ونص ان شاء الله طب قيمه العقد؟ لا ماشي 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 توفيق يا كابتن